استقلية القضاء انت كيفاش فتحت عليها في تونس والقاضي ظروفه الموجودة هذه. عندكم فكرة على شهرية القاضي ولا ما عندكمش؟ ما عندناش فكرة. ما عندناش فكرة سي حسين. هذا نعطيكم على شهرية القاضي. القاضي يدخل 2500 دينار. واضح؟ يخدم بعيد على داره 340 كيلومتر، لا عنده منحة نقل، لا عنده منحة سكن، لا عنده حتى شيء، يمشي في الكار ويروح في الكار، يطلع مع المواطنين، يطلع مع المجرمين، يطلع مع المتهمين. لهنا أنت ساعة القاضي باش حميته أنت، مش ينجم هو يحكم مرتاح، هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية الحكاية اللي خرجتك وزادوكم مليون مليون مليون، ماهوش مليون يزيد هذاك ولد عمناوش، هذاك زادوا 900 دينار على مرتين في البريوت، في النات تحت 600 دينار تقسمت على مرتين. وصلت 2500 دينار شهرية قاضي. اللي لهنا تونس تتسمى اخر دوله في العالم جي دي بيان في العالم من ناحيه تاجير القضاه. انت قاضي ياخذ 2500 دينار وعنده قرض نتاع دار وقرض نتاع كرفه يمر فيها باش يداوي، ما عندوش حق في المستشفى العسكري، يمشي يعمل عمليه ما عندوش فلوس يعمل عمليه. هذا دو ان دو ما فماش حمايه لسته القضاه، ما فماش حمايه للمحكم، قداش مره تورينا اعتداءات متكرره على القضاه. زاد انا ما نجمش معناها ما نبررش وما نلومش. اين نقابه القضاه سي حسين؟ اين جمعيه القضاه؟ وين هياك المهنه نتاعكم؟ هياك القاعده تخدم والهياك قاعده تتشاور وخذت وعود من الحكومات الفارطه الكل. وين المجلس الاعلى للقضاء؟ الحقيقه ما فماش اراده سياسيه لاستقلاليه القضاء. استقلاليه القضاء في تونس تبيك حبر على ورق. يعني فما سياسيين واحزاب سياسيه يحبوا يخدموا بالقضاء كما نفس منطق بن علي وبورقيبه. اكيد 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 كل واحد ماذا بيحكيدوا على القضاء. ولكن القضاء بعيد عليهم الكل، واذا كان فما اي تجاوز اللي عنده دليل يتفضل. احنا بيدنا رانا لعمرنا كنا مع الكوربوراتيزم، لا نمشيو بالقطاعيه لا نغطيو على فساد ولا على اي حاجه. اللي عنده حاجه يتفضل، واللي وقداش من قاضي ثبتت عليه تجاوز ورفعت عليه حصانه وتحاكم فما اللي تعزل، هذايا مش هذا واضحين. ولكن احنا قبل انت قبل ما تحاسب واحد اعطيهم بعد حاسبه، اعطيهم بعد حاسبه. قلت القاضي ما نجمش يخدم مرتاح، فماش ظروف نتاع خدمه نتاع ابسط حاجه، مانيش طالبين لوكس راهو،